نرحب بحضراتكم فقرتنا الأخيرة، وزي ما نوهنا دكتور زينة أبو السعود كل مرة بيبقى فيه ملف مختلف. النهاردة هنتكلم عن أهمية أصلا فكرة أن أنا أقتنع ذاتيا أن ممكن يكون مكمل غذائي مفيد ليا ولا لأ. فكرة أن أنا أبتدي أفهم، أو الثقافة شوية تختلف عندنا في مجتمعاتنا، أن إحنا ما نكتفيش بالأكل أن هو يبقى مصدر الفيتامينز، لأن في طبيعة الحال إحنا أصلا أكلنا مش هيلثي أو مش صحي زي ما بيتقال كده بالظبط. فخلينا نفهم تفاصيل أكتر ونعرف إزاي ممكن ننظم ده، وإزاي ممكن نمشي على أسلوب كمان يبقى لايف ستايل في حياتنا يفيد بشكل كبير، وفي نفس الوقت يحسن من طاقتنا ويحسن من إنتاجيتنا ويحسن من مودنا كمان. صباح الفل دكتور دينا أبو السعود. حبيبة قلبي، ازيك يا لهوان؟ أنا كويسة والله، وببقى مبسوطة وأنتِ معانا لأن بنستفيد كمان، وكل ملف بيبقى أهم من اللي قبليه. وخلينا نبدأ بقى بالثقافة، لأن ناس كتير جدا تقول لك ما انا باكل كويس خلاص، مش مهم بقى الحاجات الرفاهيه دي، اخدوها ان هي رفاهيه اصلا، حاجه يعني زي بيقول لك مكمل غذائي، حاجه مش لازم يعني تبقى اساسيه. صعب قوي ان احنا نعرف نكتفي بالاكل الصحي، ده صعب جدا. الفيتامينز والمينرالز موجودين في الخضار والفاكهه، لكن في بعض الفيتامينات مش موجوده اصلا في الاكل زي فيتامين د مثلا. مهم قوي ان احنا يبقى عندنا الوعي والثقافه الشديده ان الموضوع مش ترفيهي، الموضوع اجباري، لان الفيتامينات والمعادن هي المسؤوله عن الصحه العامه والصحه الجسديه والصحه النفسيه. طيب ايه اهميه الفيتامينات للجسم؟ لو هتكلم على الجسم بشكل عام، مهم جدا لقصه الخمول والكسل. بتلاقي دلوقتي شباب عندها خمول وكسل، والله اطفال كمان، واطفال لا واطفال بقى ما عندهمش اكيد امراض مزمنه، ده لسه ما شافوش دنيا يعني. فمهم قوي الفيتامينات للخمول والكسل، مهم لدعم التمثيل الغذائي وسرعه الايض، لان من غير تمثيل غذائي مفيش حياه. التمثيل الغذائي او الحرق ده مهم للطاقات اللي احنا عارفينها، الطاقات البدنيه او الحركه البدنيه، والطاقات الخفيه زي التنفس مهم جدا، مهم ليه جدا التمثيل الغذائي، زي حركه الدم، وصول الفيتامينات والمعادن والهرمونات، كل الحاجات دي محتاجه تمثيل غذائي، زي عمليه الهضم محتاجه تمثيل غذائي. لو هتكلم من الناحيه الجماليه، مهم جدا الفيتامينات لصحه شعري، مهم لنضاره بشرتي، مهم لتاخر، وده بقى رجال وسيدات، ستات ورجاله طبعا. ومهم للضوافر، ده بتكلم عن الشكل الجمالي. وكمان اثبت ان بعض الفيتامينز بتقدر تخسس، زي فيتامين سي بيقدر يحرق الدهون. فلازم يبقى عندنا الوعي الشديد ان الفيتامينات مش حاجه اوبشنال يعني. كويس جدا. بصي بقى، في كمان غير ان احنا الثقافه لو ابتدينا بيها كموضوع، يعني فكره انا برضو لو هنتكلم عن الناس كرياضيين وناس عاديه، ايه الفرق ما بين ده وده، او الفئه دي والفئه دي؟ وهل فئه الناس اللي هي مش رياضيه العاديه بتبقى محتاجه فيتامينز اكتر، علشان هي ما يعني زي ما انت قلتي ما بيعملوش حاجه، ما فيش اي كريدت للجسم بيكون موجود أصلاً. اولا احنا بنحاول ان احنا يعني ما نبقاش ماشي اوكي، اللي مش عايز يبقى رياضي بس على الاقل نمشي شويه نتحرك، ده مهم جدا، ما نبقاش قاعدين 24 ساعه في البيت. الفرق بين الرياضيين والمش رياضيين، ان الرياضيين ممكن يكونوا بيحتاجوا ميه اكتر، يعني شرب ميه اكتر عشان هم بيعرقوا كتير، فعشان ما يحصلش جفاف. الرياضيين محتاجين بروتينات اعلى بكتير، يعني احنا مهم جدا البروتينات لبناء الكتله العضليه في الجسم. الرياضي محتاج البروتينات دي اضربي في كذا مره يعني. الرياضيين محتاجين الفيتامينات عشان المناعه بتاعتهم، محتاجين الكالسيوم عشان العظم بتاعهم، محتاجين فيتامين ب او فيتامين بي عشان قوة أعصابهم، كل الحاجات دي برضو الرياضيين محتاجينها أكيد. فمن أهم الفيتامينات اللي موجودة دلوقتي، ومن أهم المالتي فيتامينز الأمنة جدا المرخصة من هيئة سلامة الغذاء، هو ألب مالتي فيت أو إي ال بي مالتي فيت. كويس جدا. ليه بقول ألب مالتي فيت؟ لأنه دخله 13 فيتامين وعنصر. هو ليه اصلا ايه ال بي يا دكتور دينا؟ يعني ده اختصار لايه؟ ده التريد نيم، يعني ده الاسم التجاري بتاعه. ده الاسم اللي ترخص بيه الب مالتي فيت من هيئه سلامه الغذاء. طيب الب مالتي فيت ليه بقول انه داعم جدا للصحه؟ لانه بيحتوي على فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا لسرعه امتصاص الحديد رقم واحد، لان كتير مننا عنده انيميا، مع انه بيقول لك انا باكل لحمه كويس وبتاع بس لسه عندي انيميا. صح. لان الحديد من غير فيتامين سي مش هيحصل له امتصاص. ففيتامين سي موجود كمان للمناعه،
ولصحة بشرتي وكمان سرعة إنتاج الكولاجين اللي بينقص. عندي الزنك، الزنك داخل قلب مالتي فيت مهم جدا، الزنك مهم جدا للمناعة، مهم للعمليات الحيوية، مهم لكل خلية في جسمي محتاجة زنك. عندي طبعا زي ما احنا شايفين على الشاشة فيتامين بي، عائلة فيتامين بي كلها، وده صعب تلاقيه في مكمل غذائي واحد. صح، انك يبقى عندك الكوبالامين، عندك الثيامين، عندك فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 و9 و12 داخل قلب مالتي فيت. الكوبالامين مهم جدا لانتاج كرات الدم الحمراء. عندي طبعا الكالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. حد يقول طب الدكتوره دينا مثلا بتقول نمشي على القلب مالتي فيت لايف ستايل، طب احنا خايفين ان الكالسيوم يعلى. الكالسيوم البالغين محتاجين 1000 ملي جرام، انا عندي داخل قلب مالتي فيت 70 بس، فمش هيحصل اي ترسيب للكالسيوم. أيوة بالظبط، هو ده اللي بيميز قلب مالتي فيت الحقيقي. طب بصي، في عندنا فئات برضو مختلفه عشان الناس او الساده دلوقتي المشاهدين يكونوا مطمنين بفئاتهم المختلفه بالتفكير المختلف او التخوفات المختلفه. خلينا نروح مثلا لفئه السيدات اللي هم مرضعات مثلا، هل دول برضو فئه بيبقوا زي ما هم حوامل بيبقى محتاجين فيتامينز؟ برضو فتره الرضاعه بيبقى مهم جدا، خلينا نعرف. مهم جدا اي سيده في فتره الرضاعه انها تدعم جدا بالفيتامينز وتدعم جدا بقلب مالتي فيت. ومع قلب مالتي فيت اقدر اقولها كمان مهم الاوميجا ليها جدا. أوميجا 3. أوميجا 3 مهم جدا، لأن الحامل بيبقى عندها أكيد نقص في الفيتامينات والمعادن والكالسيوم، فمهم إنها تدعم. وبقول لها إنه آمن جدا ليها قلب مالتي فيت، مش ما عندهاش أي مشكلة إنها تستخدمه. أهم حاجة الجرعة تبقى صح، يعني محدش ياخد ثلاث راس من قلب مالتي فيت عشان كل الساده العملاء اللي استخدموه اتبسطوا فقال لك اكتر من الفيتامينات. اوكي. دي مشكله يا نهاوند، ما ينفعش نكتر اطلاقا في الفيتامينز. الجرعه المصرح بيها هي قرص واحد، عايزين ناخد اكتر من قرص ماشيين مع دكتور يسالوا الدكتور وقتها محتاجين اكتر من قرص ولا لا، لو عندهم ديستراكشن رهيب للفيتامينز. لكن الطبيعي ان انا باخد قرص واحد بعد الفطار او بعد الغداء بساعه على كوبايه ميه كبيره. اوكي. هيك. مش بالليل. يعني ما اخدوش قبل النوم. لا، بنتكلم على الفطار. على الفطار او عشان يدي باور، بيدي حتى باور حلوه قوي بقيه اليوم. طب بصي بقى، بحب دايما اللي هي الفقره او السيجمنت بتاع اسئله المشاهدين، خلينا نبدا بيهم. نورهان عاطف بتقول ضوافري مش بتطول خالص وبتتكسر، ايه الفيتامينز اللي اخدها؟ ودي يمكن برضو كيس موجود عند ناس كتيره جدا، وبالمناسبه في رجال ايضا برضو بيحصل معاهم يعني كسور في الضوافر بشكل غريب. صح. من اهم الفيتامينات لصحه الضوافر البايوتين، الحديد على فكره مهم جدا، يعني الحديد ده بره الفيتامين، يعني برضه هي تعرف نسبه الحديد ايه. البيوتين، الكالسيوم والزنك، دول اهم ثلاثه فيتامينز. ومهم انها تعرف تعتني بضوافرها، يعني بالليل تحط الترطيب بتاعها، يعني يبقى فيه ترطيب على الضوافر. مهم لو هي بتركب الضوافر اللي هي الاكريليك والحاجات اللي والجل والحاجات اللي بتركب، ما تفضلش مركبها بالسنه وتعمل ريفيل، لازم برضو الضفر نفسه يتنفس. صحيح. يعني تشيلها فتره وترجع تركبها. مهم دي على فكره، النقطه دي مهمه، لان احنا اصلا ما بنعملش وقايه، وبعد كده بنزعل لما يبتدي يحصل مشكله. فزي ما كنا هنا بنتكلم، زي ما كان قدام حضراتكم، يعني الانجريدينتس بتاعت قلب مالتي فيت، هو كل انجريدينت منهم يعني مهم لشيء ما او مكمل لشيء ما احنا محتاجينه في جسمنا. فاعتقد دي نقطه مهمه. بس فكره هنا ان انا طب الحق امتى؟ يعني ممكن ناس تقول لك انا بقالي 50 سنه عايش، وزي ما حضراتكم شايفين اهو الكومبوننتس 50 سنه عايش، 60 سنه جايين دلوقتي كده تقولوا لي قلب مالتي فيت ومكمل غذائي، فإذا تو ليت زي ما بيتقال، او الموضوع متاخر؟ لا يعني. لا لا، اتس نيفر تو ليت. وبالنسبه لكبار السن مهم جدا جدا ان هم يراعوا موضوع الفيتامينات والمعادن. اكيد يعني كبار السن شويه بيبقى عندهم نقص شديد في الفيتامينز والمينرالز، وبقول لهم ان قلب مالتي فيت امن ليهم جدا. ولو حد عنده مرض مزمن من ضغط، من قلب، من سكر، يقدر ياخده، ما فيش اي مشكله، لا يتعرض اطلاقا. يمكن اللي بيتعرض بس حاجه صغيره، اللي عنده لا قدر الله فشل كلوي او مشاكل في الكبد، وقتها اي حاجه بياخدوها تحت استشاره طبيب. حتى الميه نفسها مع المشاكل الكلويه بتتشرب تحت اشراف طبيب، فاي حاجه بياخدوها. لكن كل الناس التانيين يقدروا ياخدوها. طب ممكن برضو حد يقول لك انا فوق ال 50 فوق ال 60، هل انا محتاج دوزز اكتر علشان انا جسمي مع يعني اكيد مش زي شاب بياخده عنده 18 سنه؟ لا، انا مش محتاجه دوز اكتر خالص،
هو قرص واحد اللي متصرف وفعال على كل الاعمار، على جميع الاعمار من السيدات والرجال. حلو جدا. ايمان محمد بتقول دكتور دينا حضرتك كنت بتقولي ان الارق اوقات بيكون سبب نقص الفيتامينز، طب بالنسبه للي بينام عدد ساعات كتير جدا هو ده ليه علاقه بنقص الفيتامينز برضو؟ اللي حلو بينام عدد ساعات كتير جدا ممكن يبقى عنده كسل وخمول نتيجه نقص فيتامينز، بيبقى بيعمل حاجه اسمها مود سوينجز. ايوه. وعدم الحرق، يعني انا لو جسمي ما بيحرقش وما بيعنديش طاقه على طول هبقى نايمه، فلازم برضو اغير اللايف ستايل بتاعي واشرب ميه كويس واكل اكل صحي واجرب الب مالتي فيت، هلاقي نتيجه كويسه ما دام ما عنديش مشكله مرضيه زي ما برجع اقول. او نفسيه بقى، او نفسيه طبعا الاكتئاب اكيد اكيد بيؤدي الى ده. يعني الاكتئاب ده موضوع عايز له حلقه على فكره، لانه بجد بيصيب ناس كتيره جدا وبليفلز مختلفه. يعني الاكتئاب ده يمكن اعلى ليفل فيه اللي هو بقى عدم الرغبه في الحياه اصلا، والواحد بيبقى عايز كانه ميت. بس صح، في ليفلز قبلها كتيره بتاثر بشكل كبير على البني ادم وعلى يعني يومه وعلى علاقته بالاهل والناس وعلى حتى علاقته بنفسه وعلاقته بربنا. يعني موضوع او ملف كبير جدا. وده برضو لو هنقول ان هو ليه شق نفسي شويه، يعني او حتى هنقول ليه ظروفه، بس في نفس الوقت برضو الموضوع راجع لاسباب علميه. طبعا. فبرضو خلينا نعرف، لان انا شخصيا عايز اعرف، بشوف كيسز كده كتيره وبتلاقي وعلى فكره في العالم كله. صح صح. يعني الموضوع مش بيصيب صح شعب او فئه بعينها، لا، وما بيصيبش فئه معينه من المجتمع خالص. هتلاقي يعني ناس ناجحه جدا وعندها اكتئاب، ناس ناجحه جدا، ناس معاها فلوس، ناس مع وبتلاقيهم بيصابوا باكتئاب غريبه قوي، وناس ثانيه مش ناجحه. يعني هي مش مقتصره على فئه معينه. صحيح. وربنا يعني يحمينا من المرض، لانه مرض خطير الحقيقه. ازاي ممكن ده كفيتامينز بقى تعالج شويه موضوع الشعور بالحزن او الاكتئاب الحاجات دي زي كده؟ الفيتامينز بتدي طاقه، فبالتالي بتدي بوزيتيف انرجي، فده مهم جدا. من اهم الفيتامينات اللي بتديني الطاقه زي ما انا قلت التمثيل الغذائي هو فيتامين ب. ب لا هي بي كومبلكس، يعني بي كومبلكس كل العيله، وصعب انك تلاقيه في قرص من مكملات غذائيه اخرى، لكن الالب يعني مالتي فيت هو هو ده اللي بيميز بيميزنا الحقيقه. هايل. بصي بقى، عبد الله السيد بيقول هو الشخص ياخد الفيتامينات كده لوحده ولا لازم يستشير دكتور؟ برضو نقطه حلوه. لو اخذنا الفيتامينز القابله للذوبان في الماء، انا برجع اقول ان احنا اكلنا مش صحي كل يوم، فما فيش مشكله ان انا اخده. الفيتامينات القابله للذوبان في الدهون بعمل النسبه بتاعته في الدم، لو لقيتها قليله باخد التركيزات بتاعته. لكن في احيانا يعني انا بقول الفيتامينز مالش علاج اي حاجه، لكن احيانا بتبقى علاج لو دوزس عاليه قوي. وقتها دي لازم يبقى تحت استشاره الطبيب. هشاشه العظم لو محتاج كالسيوم عالي جدا، الب مالتي فيت ما فيهوش غير 70 ملي جرام، فوقتها لازم يستشير طبيب. لو فيتامين د وقع قوي، بياخد فيتامين د بتراكيز عاليه جدا لمده 3 4 شهور، وقت افر الطبيب بيقول له ايه او الدكتور بيقول له ايه، وبعد كده يقول له امشي على مثلا فيتامين د تراكيز قليله، وقتها بستشير طبيب اكيد. اكيد. تمام جدا. في بقى مرام علي بتقول ايه الفيتامينز المهمه لتقويه الذاكره وايه مصادرها سواء اكل او ادويه؟ وشكرا. ايوه. من اهم الفيتامينز اللي بتقوي الذاكره ممكن اقول فيتامين اي. فيتامين اي انتي اوكسيدنت، فمهم جدا للذاكره. عندك كمان فيتامين ب كومبلكس، مهم جدا لتقويه الذاكره. عندك شرب الميه مهم برضو لو حاجه شرب الميه كتير. طبعا. ده 3 لتر ولا 2 عشان بسمع دي وبسمع دي؟ 2.5 ل 3. الراجل بيبقى اكتر شويه وكل حاجه كده. ايوه لازم اشرب اكتر. هو ايه العلاقه بجد؟ يعني الميه ايه علاقتها راجل او ست؟ يمكن عضله اعلى فبيحتاج ميه اكتر. ماشي. والاثليتكس والرياضيين بيحتاجوا اكتر اكيد من ده، لان الميه لما بتيجي بتطلع عن طريق التعرق. والاثليتكس بيعرقوا كتير، اللي بيعملوا مجهود بدني بيحتاجوا اكتر من 3 لتر في اليوم ميه. طيب في بعض الاهالي يجي يقولوا ايه، انا اولادي قبل الامتحانات هديهم مكملات غذائيه مثلا، وبعد كده يشوفوا ان الموضوع ملوش لازمه بعد يعني الامتحانات او بعد الغرض المعين اللي اخدوه عشانهم، هل ده صح اصلا ولا هو غلط؟ مهم المكملات الغذائيه وقت الامتحانات عشان التركيز والذاكره وزي ما قلنا، لكن هو مش دواء بيعالج حاجه ووقفه. بالظبط. لا انا بمشي عليه على طول عشان مش بس الذاكره، انا بقول المناعه، الطاقه، الباور، الصحه النفسيه، البوزيتيف انرجي، كل الحاجات دي مهمه مدى يعني مدى الفصول السنه. أوكي. مش بس وقت الامتحانات. يعني
ازاي بيبقى فيه بقى، لان الموضوع ده مش واصل للناس كلها، بما ان احنا الفقره بتاعتنا النهارده عن المكملات الغذائيه واهميتها للجسم وللانسان وللصحه النفسيه وغيره، ازاي بيبقى فيه ربط كبير جدا ما بين اصلا الصحه النفسيه وفكره هنا نقص الفيتامينات في الجسم اللي بشكل مرتبط بشكل مباشر؟ يعني ناس كتير تقول لك ملهاش علاقه، ده ظروف وضغوطات ومش عارف ايه بتخلي الواحد عنده في الاخر مثلا توتر او واتيفر، لكن الموضوع لا، مربوط بشكل كبير جدا بفيتامينات في الجسم ناقصه. مش ساعات يعني اللينك ده مش عند ناس كتير ولا مش ساعات كتير بتسمعي مثلا حد من صحابك انا زهقانه وهي ما عندهاش مشكله اصلا، عشان تأدي ان الكورتيزول يعلى وان عندها توتر نفسي فالكورتيزول عالي فبيحصل توتر وبيحصل اكتئاب وحاجات، لكن ساعات انا زهقانه وهي ما عندهاش مشكله تؤدي الى زهق كتير كيسز كده صحيح، فدي وقتها اكيد بيبقى نقص الفيتامينات. الفيتامينات مهمه جدا يا نهاوند، يعني ناس كتير مش قادره تفهم ان الفيتامينات، لا ما اقدرش اعيش من غير فيتامينز. يمكن عالم من العلماء نسيت اسمه زمان واخد جائزة نوبل في الكيمياء، فقال لك أي بني آدم لو توصل للمعدن الناقص والفيتامين الناقص هيقي نفسه من مشاكل نفسية ومشاكل جسدية كتير. حسب بقى طبيعة كل واحد وجسمه صحيح. طبعًا. وبرجع أقول إن ألب مالتي فيت آمن إن أنا آخده، برجع أقول إنه آمن إن أنا آخد قرص واحد في اليوم. وإزاي نقدر نحصل على ألب مالتي فيت؟ عندنا إحنا موجودين في سلسلة صيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر، ويمكن دلوقتي الساحل الشمالي كمان وصلتوا للساحل. أيوة. ده ايه الكلام ده؟ موجودين هناك او عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، والصوره اللي انا شايفاها دي خاصه للدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا ألب مالتي فيت داخل الصيدليه عندهم. احنا موجودين في الشركه المتحده للصيادله والكود مكتوب كمان. حلو جدا. واللي مش عايز يتحرك او يعني عايز الموضوع يبقى اسهل، هو بيعمل دليفري كمان، صيدليات ممكن توصل لغايه عندك او من خلال رقم خدمه العملاء بالزبط. اللي موجود. وعندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال، نقدر نستفسر عن منتج ألب مالتي فيت في اي حاجه هم عايزينها. طيب بالنسبه للناس اللي ممكن تكون من انا بنقلك الاسئله، بعض الناس ممكن تقول لك طب ما هو الدوزز في النسب اللي في كل الفيتامينز الانجريدينتس الموجوده في ألب مالتي فيت قليله فمش هتعمل تاثير اصلا، بتردي على ده ازاي؟ ألب مالتي فيت تركيزه مش قليله اطلاقا، تركيزه معقوله. معقوله مش قليله. انا بقول ان ألب مالتي فيت بيتاخد يوميا، انا ما احبش يعني اخد مكمل غذائي التركيز بتاعته عاليه. ألب مالتي فيت ملوش تخزين في الخلايا، ما بيتخزنش في الخلايا لان الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء، فاللي بيعلى منه بينزل عن طريق اليورين او البول. أوكي. لكن انا لو اخدت تركيز عاليه جدا جدا، ما هو طريق البول يعني انا بحمل على الكلى وده. أيوة. مش حلو. صح. فألب مالتي فيت التركيز مش قليله، لا انا عندي اعلى تركيز في الزنك 23.9. عندي فيتامين. هو الجسم محتاج قد ايه برسنتج من الزنك؟ 24 5 يعني مش اكتر من كده، لان هو 24 حلو قوي، انا عندي اعلى تركيز في الزنك. اوكي. فلكن التركيز بتاعتي انا ما قلتش لا هو مش قليله. هو تركيز حلوه ومعقوله، لكن الحلو ان انا ما بديش الدوز عاليه عشان ما احملش على الكلى. بس طب هي ما بتفرقش من انسان لانسان، يعني الدوزز دي ما بتبقاش فعلا كبار السن محتاجينها بشكل اكبر، ولا الموضوع ملوش علاقه؟ وقتها بيعملوا تحليل فيتامينات ومعادن، ولو محتاجين اكتر دوز اكبر يبقى الدكتور هو اللي ممكن يدي مكمل مع ألب مالتي فيت، او ممكن يديله قرصين. ممكن يكون يقوله لا اعملي تحليل فيتامينات، يلاقي ان الموضوع ناقص قوي عنده، الدكتور المعالج هو اللي يكتب. هو اسمه تحليل فيتامينات. في تحليل فيتامينز طبعا. حلو. فيتامين جدا. دال في تحليل كالسيوم، في تحليل فيتامين ب ليه تحليل، كل الحاجات دي ليها تحليل. كويس جدا. طيب يعني لو عنده هشاشه في العظم، يعني لو حد كمان عنده هشاشه الدكتور يكتب له مع ألب مالتي فيت يدعمله بسبلمنت كالسيوم اعلى شويه، ده وقتها بيبقى علاج مش الحاجات اللي احنا بنقول عليها. بصي يعني هي في العموم احنا ممكن سامر اب زي ما بيتقال، او يعني احنا نتكلم باختصار يعني او كونكلوجن الحلقه دي مع دكتور ديان، اللي احنا فهمناه ان قصه الفيتامينز ده مش امر رفاهيه، لا ده امر اساسي. الواحد ممكن يسيب نفسه، والثقافه عندنا او البعض منها محدش بيركز في الموضوع ده، لغايه لما بيبقى فيه مشكله ببتدي بقى اشوف هعالج المشكله ازاي، في حين ان انا ممكن من البدايه لو مشيت صح والوقايه كانت بتاعتي قويه اقدر ان انا ما اوصلش لاي مشاكل بعد كده اصلا على مدار العمر.
العمر كله، فمهم قوي قوي ان احنا نخلي بالنا من قصة الفيتامينز ونقصها، والتحاليل كمان الدورية ده مهم جدا. طبعا دكتور دينا يعني نورتينا كالعادة واستفدنا، ولسه أكيد في ملفات كتيرة حابين تكوني معنا فيها الفترة اللي جاية إن شاء الله. أكيد أكيد. بشكر حضراتكم أكيد على متابعتنا كالمعتاد، ونشوفكم في حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي.